المشهد اللي قدامنا ان العلمانيه الكافره والمدنيه الدعره والديمقراطيه المدنيه بستين نيله ديت اللي بتتبعها الدول العلمانيه الكافره، الاسلام ينتشر في الدول العلمانيه اكثر ما ينتشر في العالم العربي حاليا. الدول العلمانيه الكافره بتقام فيها مساجد، اسلام فعلا اكثر دين بينتشر هناك. ما بيهموش ان في خمارات هنا، ما بيهموش ان في هنا ستريب كلابز، ما بيهموش ان في هنا بورن، لان هو اساسا الفكره كلها ان هو عيش ودع غيرك يعيش. المشكله ان هنا دلوقتي للاسف، وده شيء يحزنني جدا، ان الناس اللي بتمسك مقاليد الحكم اللي جاءتنا ببشرى الدوله الاسلاميه بدات تنفر الناس من الدين، وده شيء مرعب جدا وشيء يحزنني جدا. وده اللي حصل في العصور الوسطى لما كانت الكنيسه اساءت استخدام الدين المسيحي، والناس كلها بعد كده جت بعد كده موجه الحاديه وموجه علمانيه فظيعه جدا. واحنا للاسف انا خايف ان ده اللي يحصل عندنا في العالم العربي والاسلامي، واستمر على كده للاسف. انا خايف ان ده يحصل، لان انت دلوقتي لما تيجي تحط اللي قدامك في كورنر، تحطه في مأزق، تحطه في ركن، وتقول لك يا ربنا يا النار، يا انا بعد كده اقول لك يا انا وحكمي يا النار، اقول لك يبقى في مشكله في المنظومه دي، يبقى انا هنفر منك وما تمثله. التعاطف اللي كان كلنا عندنا مع الاخوان المسلمين ومع الناس اللي طلعت من السجون ظلما من الاسلاميين، هذا التعاطف يتراجع يوم بعد يوم. انا عيلتي في انتخابات 2005 وانتخابات 2010 صوتت الاخوان المسلمين، ولا حد مننا اسلامي ولا حد مننا اخوان، كلهم صوتوا بعد كده بعد الثوره ضدهم. شيء محزن، شيء محزن ان ناس فتح ان الشعب ده هو اتفتح قلوبه للناس ديت عشان حاسس ان هم مظلومين، انها يتاكل هذا التعاطف ثم يتحول الى كراهيه. حكومه النرويج اللي المسلمين فيها اقل من 2% ومهاجرون، وزيره الثقافه مسلمه، واحنا عندنا هنا وزير الاعلام الاخواني بيقول لك ان البهائيه ما تشتغلش عندي مذيعه، ودلوقتي بعد شويه هتقول البهائي ما يتعالجش، البهائي ما يتخش مدرسه يتعلم. الفكره كلها ان لما انت بتبص بمنظور ديني فانت تحتقر هذه الديانات الاخرى، برغم النظر عن كل الكلام اللطيف الظريف اللي بيحصل في الاخر، نحن الاعلون، الناس الثانيه دي اقل مننا، فاحنا هنحكم ونكتب الدستور بالطريقه بتاعتنا. لان انا لما بتكلم واسمع على منابر الجوامع واسمع عن التوك شوز نتكلم على المسيحيين فنقول لك اه ده براء وكويسين وكل حاجه، بس لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث. البهائيين دول مش دين اساسا، اليهود حفدت القرده والخنازير. فانت دلوقتي نسفت منهج المواطنه من اساسها، لان انت المواطن العادي الطبيعي عمره ما هينتخب واحد مسيحي عشان هو انت بتقول عليه كافر. مبدا المواطنه يا سيدي الفاضل لن يتحقق طول ما انت بتستخدم النصوص الدينيه حتى تكفر وتشيطن اعدائك السياسيين.